السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في الحلقة الرابعة من شرح منظومة البيقونية في علم الحديث الشريف. تكلمنا في الحلقات السابقة عن الحديث الصحيح والحسن والضعيف والمرفوع والموقوف والمقطوع، واليوم بإذن الله عز وجل نتكلم عن مصطلح جديد ذكره الناظم رحمه الله عز وجل في منظومته، وهو المسند. قال الناظم رحمه الله تعالى: والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن. لم يبن أي لم ينقطع. تجد كلمة مسند في الكتب، فما معنى كلمة مسند؟ في حلقات سابقة وإن شاء الله تجدون الرابط في أسفل الفيديو، تكلمنا عن الإسناد وتاريخ علم الإسناد، وقلنا أن الإسناد هو سلسلة الرواه الذين يوصلوننا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فلو أن مصنفا من مصنفي كتب السنة كالبخاري أو مسلم أو غيرهما ألف أو كتابا أو قال إسنادا، حدثني فلان عن فلان عن فلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذه السلسلة من الرجال هي تسمى الإسناد. فهذه كلمة الإسناد. المسند هو الحديث المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. المصنف هنا اقتصر على تعريف واحد ونحن سنتابعه فيه بإذن الله عز وجل. قال: المسند المتصل الإسناد من راويه، أي من المصنف كالبخاري أو مسلم أو أحمد أو الترمذي أو النسائي أو غيرهم، من راويه حتى المصطفى صلى الله عليه وسلم، أي النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يبن أي لم ينقطع. إذن الحديث المسند عند المصنف هو الذي بدأ من عند المصنف المؤلف الكتاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيه انقطاع، يعني ليس فيه راوي لم يسمع من غيره أو لم يرى غيره، إنما كل راوي اتصل بالراوي الذي قبله. فحينما يقول المسند المتصل، إذا فهمنا من كلام المصنف أن الحديث المسند على قول المصنف لابد أن يكون متصلا. ما معنى متصل؟ أي أن يكون الراوي اتصل بالذي قبله، أي أن يكون كل راوي سمع من الراوي الذي قبله، وهكذا حتى يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: ولم يبن أي لم ينقطع. فهذا هو الحديث المسند في عند المصنف رحمة الله عليه. فلو أننا مثلا أتينا بمثال عند الإمام البخاري مثلا، حينما يقول مثلا: حدثني آدم ابن أبي إياس عن شعبة مثلا عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، حينما تجد هذا الإسناد البخاري سمع شيخه آدم، ويا آدم سمع شيخه شعبة، وشعبة سمع شيخه قتادة، وقتادة سمع شيخه أنس رضي الله عنه، وأنس هو الصحابي الذي نقل الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم. فبهذه الطريقة كل راو سمع الذي قبله، فهكذا نعلم أن الحديث متصل، وهكذا نعلم أن الحديث مسند وليس فيه انقطاع. إذن خرج من كلمة مسند بهذا التعريف الحديث الموقوف. لماذا؟ قلنا في اللقاء السابق إن الحديث الموقوف هو الذي وقف على الصحابي، أي أن الذي قال هذا الكلام هو الصحابي، فهذا ليس مسندا. لماذا؟ لأنه لم يرتفع به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. خرج أيضا الحديث المقطوع الذي قاله التابعي، فقد تجد كلاما منسوبا لتابعي للحسن البصري للزهري لمالك لغيرهم، فهذا ليس مسندا. لماذا؟ لأنه لم يصل بالكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم. خرج أيضا الحديث الذي لم يسمع فيه راو من الذي قبله، مثلا لو قلنا أن الإمام مالك مثلا حينما يقول مثلا: حدثني سعيد بن المسيب، طيب مالك لم يرى سعيد بن المسيب، إذن هناك يعني فرق بينهم، أو هناك يعني مسافة بينهما، لم يره ولم يسمع منه، فليس حديثا متصلا. فالمسند عند المصنف هو الذي رواه راو عن غيره سمعه ورآه إلا أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيه انقطاع. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.